بركلكو بطولة أفريقيا أول مرة تقريبا، لأن النادي الأهلي يفوز بيها أعتقد تقريبا أول فريق مصري. لا مش عارف فريق مصري، بس بقالها بتاع 12 سنة في النظام الحديث تقريبا. أول الأهلي بطل أفريقيا لكرة السلة المرة الأولى. تمام، شعور الجيل الحالي تقريبا أول لقب للنادي الأهلي يحرزه الجيل الحالي الموجود حاليا، أنتوا كنتوا جزء منه. طبعا هو انجاز كبير جدا، يعني انجاز لان البطوله دي ما دخلتش مصر من كتير، يعني بقالها بتاع 12، اخر بطوله كانت 98 تقريبا. فاحنا جيل جديد يعني من الشباب، ان احنا نعمل حاجه زي كده في اول مشوارنا. انا مثلا شخصيا عندي 22 سنه، انا اعمل كده في بدايه مشواري مع النادي الاهلي ان انا ابدا بطوله افريقيا، فدي حاجه صراحه يعني بتفتح النفس. كابتن طارق خيري قدر ازاي يحضركم نفسيا وفنيا للبطولة؟ كابتن طارق كان بيقول لنا دايما، احنا يعني دايما نسمع بقى يقول لك انجولا احسن من مصر، انجولا مش عارف ايه، ده فرقة المغرب جايبه ايه، ده افريقيا التونسي جايب ايه. كابتن طارق يقول لك انجولا خمس لعيبه وانت خمس لعيبه، انت ليك ايدين ورجلين هم ليهم ايدين ورجلين، خمس رجاله ضد خمس رجاله في الملعب، انت كمان عليه ليك ادفانتج عليهم ان انت بتلعب على ملعبك وجمهورك. كان كل فريق كان بيلعب بسيستم معين، ما فيش حد مثلا نجم، او طبعا في يعني نجوم، بس يعني كان كله بيلعب اللي هو عايزين هدف واحد، كان كله على كان بيلعب على طار رجل واحد زي ما بيقولوا. يعني احنا يعني ما حد كان كله ما بيهتمش بنفسه اكتر، لا احنا لازم نكسب، يهتم يعني بالجماعيه اكتر، دي الحاجات اللي كانت فارقه معانا في التوقيت فعلا. بس عمل الارض زي ما بيقولوا والجمهور فرق، يعني اعتقد في المشهد اللي شفناه كلنا في المباراه النهائيه، المباراه اتاخرت بسبب الجمهور، يعني التشجيع الحماسي اللي هو الحكم مضطر ان هو ياجل توقيت المباراه. بالظبط، هو يعني البطوله دي لو بره مصر يعني ما هي كنا نوصل النهائي برضه، يعني النهائي كنا نوصله، بس بقى بص طالما انت بتوصل نهائي يعني انت بطل، انت خلاص انت طبعا انت بتوصل بتلعب نهائي بطولة افريقيا خلاص، بعد كده بقى بيبقى توفيق وعدم توفيق، يعني مش شرط كل مره توصل نهائي تكسب، فممكن تكسب بعد ما انت بتوصل نهائي، يعني انت متوج على 10 افريقيا، انت احسن فرقتين في افريقيا، ممكن بقى تكسب ممكن تخسر، توفيق طبعا، انت فرقتين زي بعض. يعني الماتش لما بيبقى مريح غير لما هو بيلعب بعنف وبيضرب وبيزق، الموضوع بيختلف شوية. طب ايه المباراة اللي انتوا كنتوش راضيين عنها مستواكم؟ جيل اللي هو في السيمي فاينل، اللي كانوا كلها زي في السيمي فاينل، اللي هو خلاص ده الجيم لغاية الكورتر الرابع ايكوال وعليوا علينا وتنشنة، وسيمي فاينل ماتش كاس خسرت، الموضوع يعني خلاص كل اللي بقى اللي بيحصل ده ان هو ضحك. انا ما شفتش بطولة جماعية على جميع الرياضات بتتنظم بالشكل ده، يعني حاجة مشرفة، كان عندها مجهودهم جمهور اللي جاي كل ماتش وبيتفرج والناس بتخش والناس بتفضل بره مش لاقي مكان، والإعلام كل الناس، يعني ضيعنا مجهود كل الناس. أنا كان عندي ثقة كبيرة إن إحنا بدل ما وصلنا فاينل خلاص إن إحنا إن شاء الله هنكسب، يعني كان عندي ثقة كده مش عارف منين. الفوز بالبطولة دون هزيمة. آه. بيمثل لك أنت شخصيا إيه؟ والفريق توتال. بص هو الحمد لله احنا الفريق الوحيد اللي في البطوله ما خسرش ولا ماتش، فا يعني ده كان يعني هو انا ما كسبتش البطوله مثلا حظ عشان البطوله في النادي او الجمهور مثلا، الناس اللي كانت بتقول عشان البطوله كانت في النادي فجمهورهم كسبوا، لا يعني احنا ردينا يعني على كل الناس اللي هو لا احنا كسبنا عشان احنا فعلا نستحق ان احنا نكسب، ان احنا ما خسرناش ولا ماتش، احنا كسبنا كل الفرق. وطبعا هو الجمهور كان فيها ملعب ادفانتج كبير لينا يعني، بس لا يعني ده ردينا الناس ان احنا فعلا فريق كويس وان احنا فعلا نستحق ان احنا نكسب البطوله. اخر كاس احنا خسرناه من سبورتنج بعد اثنين اكسترا تايم، بس ده كان السنه اللي فاتت، يعني الموسم اللي فات ده كان احنا هو احنا يعني احنا زعلنا جدا عليه، بس احنا يعني عملنا اللي علينا وزياده في الموسم. فانت داخل بطوله المرتبه انت عايز تكسب ثلاث ماتشات من السته، خدت ثلاث ماتشات خدت البطوله، فاحنا خسرنا اول ثلاث ماتشات وصعبنا الامور على نفسنا ودخلنا في الصراع بقى مع فرقه سبورتنج، فكان لازم بقى نكسب الماتشات كلها، فالموضوع عك يعني، ف
فكان انا لا انا هموت نفسي، هعمل اي حاجه ممكن اعملها يعني عشان نكسب، يعني لازم نكسب. السبب الثاني ان انا في بطوله افريقيا كنت يعني كنت مستبعد من ال 12 لعيب بطوله افريقيا. هو يعني بطوله افريقيا 12 لعيب ما بيتغيروش، يعني احنا قائمتنا 14 لعيب وكمان نجيب اثنين محترفين، فكان الكوتش يعني مجبر ان هو يطلع اربع لعيبه مصريين من القلب. اتكلمت عن فرق النقط ما بينك وما بين اقرب فريق، فجأة بصيت ان انت رايح لمباراة فاصلة، حسيت ان الامور خلاص بتهرب من مخه ان البطولة هتضيع؟ خلصنا. بص هو احنا كان عندنا برضو شوية من الثقة، لان انت كنت عارف انت بتخسر ليه، يعني غير لما بتخسر في ظروف طبيعية فبتقول ايه ده هو انا وحش؟ لا انت بتخسر بس انت عارف ان انت كويس، وعارف ان في ظروف سواء اجهاد سواء ان انت لسه ما يا دوب ما خلص بطوله افريقيا لسه بتفرح. انت كنت يعني احنا كنا الجهاز واحنا اللعيبه كنا مع بعض مستوعبين سبب الهزيمه. فاول ماتش وتاني ماتش واتحاد وبعدين خسرنا من الزمالك وبعدين خسرنا من سبورتنج، فخلاص بقينا لازم نكسب الثلاث ماتشات الجايين عشان ناخد البطوله، غير كده الموضوع صعب. فنزلنا كسبنا ماتش الاتحاد كسبناه كتير، رجعنا بقى بقوة يعني. ماتش الزمالك كسبناه برضه. جينا بقى سبورتنج خسرنا. سبورتنج فريق قوي، هو دايما المنافس يعني الأقوى تقريبا ليك في الدوري وفي الكاس. خسرنا بينهم تاني مرة. فده قد بقى إن احنا اتصابنا في النقط. كان لازم مباراة فاصلة بقى نلعبها تاني. فطبعا بقى قعدنا يعني مش هنخسر. ما فيهاش اولا عشان انت البطوله دي اصلا المفروض سهله، ان انت تكسب ثلاث ماتشات بس تاخد البطوله. انت ما صعبنا الامور على نفسنا قصب عندنا يعني. تاني حاجه انت خسرت سبورت مرتين مش تخسر منهم ثلاثه. طب يعني ما ينفعش تبقى بطل الدوري السنه اللي فاتت بطل افريقيا تخش في بطوله واحده تخسر ثلاث ماتشات من نفس الفرقه، يعني كده في حاجه غلط. وبقى جه كابتن عظم السعداني مدير نشاط الرياضي وكابتن مروان عضو مجلس اداره النادي جم كلموا معانا قبل الماتش ما ينفعش مش هنتحركوا مش هنخسر منهم، عرفونا يعني مش هنخسر منهم ثلاث ماتشات وانتوا ابطال افريقيا ومش عارف ايه. نزلنا كلناهم يعني مش كسبناهم. كابتن محمد في مركز صناعه اللعب ليك بس الاعلى بتحاول تحجز وحاسبه ولا طموحاتك وصلت لحد فين؟ هو يعني في النادي في الفريق من دلوقتي في مود الجرح ومرض الصباب، دول يعني اثنين احسن اثنين جم في مصر، يعني احسن اثنين في مصر في دلوقتي حاليا. فدول طبعا بيدوني نصائح كتير جدا، وطبعا زي ما قلت لك كابتن طارق خيري كان احسن واحد يعني في مصر في صناعه اللعب، فهو من تجربي. تتفرج على ماتشات قديمة؟ ما هو في مصر زمان انت ما كانش فيه ماتشات اصلا مسجلة بتاع مش من بعيد قوي يعني قصدي من فترة قريبة. طبعا انا في الناشئين طبعا كنت بتفرج على ماتشات الشباب بتاع الدفاع وكده. في طبعا برضه في وائل بدر وفي رامي جنيدي، كل دول طبعا اسامي يعني مفيش حد يقدر يتكلم عليهم، طبعا بتتعلم منهم لحد دلوقتي. قولوا لنا على مين؟ كل الناس والله. انا لو ادينا شخص كده ممكن عالمي ممكن شايف مسلك اعلى او شيء. انا للاسف في واحد في اسبانيا اسمه نافارو، في واحد في صربيا اسمه ديفيسيتش، هم دول يعني. بتتابع الدوريات ديت او البطولات دي عن كذا؟ طبعا بتفرج عليهم اي ماتشات بتذاع يعني بحب ان انا اتفرج واتعلم منهم يعني اي حاجه تستفيد منها. طبعا. بص عشان اي حاجه تنجح لازم يكون الاعلام مسلط الضوء عليها، ما فيش حاجة هتنجح والناس ما تعرفش عنها حاجة. في تقصير، شايف في تقصير؟ أنا شايف إن يعني بعض القنوات بنغزك أسماء، مثلا في ماتش اتحاد والجزيرة مثلا في الدوري في الباسكت، ماتش جامد قوي وفي منافسة شرسة يعني، وأنا قاعد بلعب في الأهلي عايز أتفرج على ماتش، أفتح التلفزيون
أيوة أولمبياد لندن 2008 2012 يعني إيه متعب كده؟ يعني ليه مش دوري الباسكت ما يتذاعش مباشر واستوديو تحليلي أو دوري الهاند بول أهلي وزمالك ده بيبقى ماتش في منتهى القوة. السنة اللي فاتت الجماهير هجمت الإدارة بسبب تراجع نتائج الفرق الجماهية. بالنسبة للسنة دي إيه المستجدات اللي طرقت على فريق الباسكت خلت نتائجه تتحسن؟ لا هو إحنا فرقة الباسكت يعني السنة اللي فاتت وهي ما كانش يعني كانت الفرقة الوحيدة اللي كسبت. يعني إحنا السنة اللي فاتت لعبنا 3 بطولات. مرتبط كأس سوبر. مرتبط لاعبين فاينل وكأس لاعبين فاينل والسوبر لاعبين فاينل. بس احنا خسرنا في المرتبط وخسرنا في الكاس وخدنا السوبر. فهي لا نتائجنا في الباسكت هي كانت كويسه يعني خاصه ان كان لسه بقى توليفه جديده كان لسه بقى جهاز جديد واللعيبه لسه صغيره ويعني النادي نفسه الجماهير ما كانوش عملنا بقى شويه تجديدات يعني جبنا 2 لعيبه من الاتحاد السكندري مهند الصبار ومؤمن ملعينين لعيبة خبرات يعني عالية ومنتخب مصر وكان معانا مدرب يعني مدرب الأحمال غير الله من واحد تاني برضه محمد علي هو أحسن واحد يعني تقريبا في الحتة دي يعني جبناه كويس جدا برضه. احنا عندنا الباسكت في النادي للأسف تاريخه قليل يعني أرقامه قليلة يعني 5 دوري ف5 دوري بالنسبة للنادي الأهلي احنا مش راضيين عن الرقم ده يعني اتحاد السكندرية 14 دوري الزمالك 13 دوري الجزيرة 8 الأهلي 5 نفسي بصراحة يعني على قد ما نقدر نعمل أي بطولة في وشنا كده ناخدها. كابتن طارق خيري ابتدى يديك من الفريق الأول ده وفريق ده حاليا بطل أفريقيا ده بيمثل عليك هيبقى كله اكيد طبعا يعني هو مساهم دي من السنه اللي فاتت هو ماسك فيها من زمان يعني هو كان حتى مدربي في المنتخب في الناشئين فهو ماسك فيها من زمان يعني فمن ساعه ما جه ومديني صراحه الثقه في وسط النجوم دي كلها وان انت بطل افريقيا ان انت تلعب مع الناس دي اصلا فده مسؤوليه كبيره يعني طبعا عليا ان انا لازم ابقى في نفس المستوى الناس دي وقد الثقه اللي هم مديها لي في الفريق. وقلنا طموحك للمرحله الجايه ان شاء الله ان احنا ناخد السنه دي يعني الكاس والدوري ان احنا ناخد 4 بطولات في السنه ما حصلتش في التاريخ ما يعني فيش في التاريخ في فريق في مصر في التاريخ عمل 4 بطولات في سنه واحده ان شاء الله يعني نكمل كده برده زي ما قال ان احنا يعني طول ما احنا موجودين يعني نعمل تاريخ يعني للنادي. لو قلنا افضل لاعب في تاريخ السله المصريه ممكن يكون يعني طبعا مدحت ورده هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. مدحت ورده طبعا ده في كابتن سلعاوي سعد ده هداف اولمبياد لوس انجلوس اسماعيل احمد ده بقى يعني احنا عاصرناه يعني من وجهه نظري وطاير غناء مرات عشان او قلت كل واحد فيهم كده امنيه نفسه تحققها مع النادي الاهلي يقول عنه. انا عن نفسي انا نفسي ناخد الكاس والدوري ده مش انا بس يعني كلنا لان احنا خلاص بقى عايزين نغش يعني خلاص ده وقتنا احنا عملنا الفرقه دي والتوليفه دي ما كنتش عملها ودايما من جمله يا كمدير مش اضطراري يقولها لنا من الصعب ان تتجمع الظروف بفرقه زي باللعيبه زي دي وبالجهاز زي ده والظروف المحيطه في الفرق الثانيه صعب انها تتكرر كتير يعني انت ظروف اتهيأت لك ان انت فرقه جامده بتحبوا بعض الجهاز اكتر يعني علاقتنا بالجهاز هو علاقه صحاب مش علاقه جهاز يعني جهاز نزلنا لعبنا كوره لعب معانا كوره نزل نتعشى بره يجي يتعشى معانا بره هم اصحابنا فالظروف دي مع الفرق الثانيه ان انت اقوى منهم مع الدعم من مجلس الاداره مع الظروف دي اتهيأت لك فانت لازم تمسك في الفرصه دي وتكسب على قد ما تقدر. فانا ده اللي نفسي فيه ان احنا على قد ما نقدر ما نعديش بطوله. نفس الكلام برضه ان شاء الله ان احنا كل البطولات السنه دي نكمل برضه مش السنه دي بس على طول يعني. مش مشكله
ترجمة